صدمة وجراح سرعان ما تفاقمت بهدف ثالث لم يختلف عن الأهداف الأخرى، استغلال لسوء التركيز وهدف عن طريق تومي مستغلا خروجا بدقيقة. شعراوي يوزع وتومي برأسية يعدل النتيجة. وسط فرحة أنصار أمل الأربعاء فوق المدرجات، فرحة تركيز من عناصر الجمعية، مخالفة تلعب داخل منطقة العمليات، حذاري خطأ من الحارس سفيان قاسم، هدف التعادل بعد مخالفة حمله الحارس سفيان قاسم، لأن يعني الكرة كانت بين أيديه، صاحب الهدف هو اللاعب رقم 22. الجمعية مخالفة تلعب داخل منطقة العمليات، حذاري خطأ من الحارس سفيان قاسم. زاوش أحمد يبحث عن العرضية، العرضية تأتي بالراس والهدف، هدف التعادل لأمل الأربعاء. تومي سياران، هنا العرضية تأتي، هنا الرأسية من تومي سياف في وسط الدفاع، في محور الدفاع لوحده منفرد. ذراع اللاعب الوفاق زغموم. الآن هنا كرة لصالح المولودية الوهرانية عن طريق كرتي ممتاز.
تسديده قويه. أين تمكن البديل الكومي محمد سيف من استغلال هفوة في دفاع زوار وتمكن من تعديل النتيجة. هدف البطولة صحيح خويا.